كل بنت بتلبس فستان الفرح يوم واحد وبعدين يقوم محطوط في الدولاب كده زي الحلو لحد ما يطرب وخلاص ويتنسي. في ناس دلوقتي من البنات بتلبس فستان الفرح وبعد كده بتبيعه، او في ناس بتأجره لان هي حاسه ان هو خلاص بيتلبس مره واحده وبعد كده خلاص هو عشان يوم الفرح وخلاص. مبادره بقى عملتها استاذه ماري رمسيس الخبيره التربويه ومؤسسه المبادره، المبادره اسمها البسي فستان زفافك كل عيد جوازك. ايه بقى الفكره بتاعت المبادره وليه اصلا؟ ليه ماري؟ بونجور. صباح الجمال. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك دايما سعيد يا ريهام. بصي، هو انا تخيلت ان لما هعمل المبادره هكسر بيها ضغوط الحياه وحاجات كتيره بقى، الماما اللي طول الوقت مسحوله في المذاكره والطبيخ وحاجات كتيره جدا. تمام. انا اول ما بتودي اطلقت تمارين وتجيب من التمارين اللي هو ما فيش لحظه بتعيشها لنفسها، طول الوقت هي قاعده حاسه انها بتخدم وبتروح، لا بتعيش لاولادها. صحيح دي جزء هام جدا في الحياه، بس من كتر ما هي بتعمل مسؤوليات كتيره قوي هي تايهه، هي مش لاقيه نفسها. ومرات كنت افتكر انه احسن لحظات حياتنا لما كنا واحنا صغيرين كان نفسنا نلبس الفستان الابيض ده. لا ما بقاش. تمام. دلوقتي خلاص ما بقاش. لا عارفين هو ده اصل الفستان الابيض ده بقى يزن بالمسؤوليه. ما هو احنا واحنا صغيرين كانت افكارنا عنه ان هو هنبقى ملكه حاجة بقى وبعد الفستان حاجه بالظبط. بس هي الفكره ان انا تخيلت انه دي لحظه من اللحظات العمر اللي ما تتنسيش. ومرات بتبقي فاكره انه دي فعلا بتبقى لحظه مفرحه وسعيده جدا، لكن في يوم الفرح، في اليوم الفرح الاساسي اللي هو الكلاكيت اول مره، اول مره ما بنحسش خالص خالص بالسعاده لضغوط كتيره بقى اللي هو كل حاجه بتتعمل في اليوم ده اللي ناقصه. مرات تلاقي بقى. مرات تلاقي ان انت ايه ده، من كتر الضغوط انت نسيتي تتصوري. او الصور بعد الشر لا قدر الله في ظروف ما، وشعري مش عاجبني والايلاينر مش مظبوط وانا مش بالظبط انا ما كنتش عايزاني كده اعمله تاني. اللي هو بتلاقي في اليوم ده حاجات كتيره قوي ديفوهات حصلت وانت مش راضيه عن شكلك ولا عن نفسك ولا عن، مش هو ده اليوم اللي انت حلمتي بيه. فبالتالي انا قلت طب وليه لا لما نعيد ده واحنا بقى راضيين وكل حاجه بنعملها بهدوء واحنا عندنا خبره دلوقتي بفكره ان انا بقيت عارفه مين الماكير الكويس اللي يقدر يتعامل مع وشي، بقيت عارفه مين المصمم الازياء او مين اللي يقدر يلبسني ويعالج مثلا ديفوهات معينه في جسمي، مين اللي يقدر ده ايه ده انت، ده انت عايزه كله على بقى كله اللي على هو بعض. إيه؟ طب وليه ما عايش اللحظه دي؟ عايش اللحظه ايه بس؟ ليه في وسط زحمه الحياه؟ في حد ما نقدرش نبان على فكره يا ماري؟ عايزه اقول لك انا تخيلت انه المبادره هتقول ايه اللي انت فيه ده؟ انت مش شايفه الدنيا شكلها ايه؟ وتخيلت لما عملت الكومنتات كتبت البوست لقيت واو حلو جدا يا ريت، طب ممكن ارجوكي تقولي لنا مين تقدري تساعدينا؟ طب انا عيد جوازي خلاص كمان في شهر 12 انا نفسي اعيده. في ناس ثانيه قعدت تقول لي لا ارجوكي الحقيني. انا عايزه اقول لك في بقى مواقف مش قادره انساها، حد دخل لي على الخاص اتكسف يتكتب يكتب البوست على العام وقال لي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا عندي 60 سنه ونفسي افرح مراتي قبل ربنا ما يروحي. يا روحي بقى اللي هو راجل كبير كده وجميل. فقلت له حضرتك بتتكلم بجد؟ يعني المدام ما عندهاش مانع ابدا انها في السن ده تلبس فستان ابيض وحضرتك تلبس البدله وتبقى عريس؟ قال لي لا، وهجيب ولادي يتصوروا معانا واحفادنا كمان. فقد كده حسيت الراجل، بصي بقى اللي هو 60 سنه جيل كبير عمرك ما تتوقع ان يدخل لك. انا توقعت ان ممكن حد عنده ولاد صغنطتين عايز يتصور معاها مثلا كبرنا لما تبقى 10 سنين، لكن لقيت المبادره لاقت اعجاب كبير جدا من مختلف الاعمار مختلف الفئات. ما تقدريش تقولي مثلا لا الفئه دي عشان هي كلاس قوي فعايزه تعمل مش عارفه ايه، لا لقيت ناس بسيطه خالص وقالت طب تقدري تساعدينا نقدر مثلا نجيب فستان منين. فروحنا بقى عملت منشن لبعض الاصدقاء يعني مش لازم يكون فستان بتاعها مش فستانها هي لان كلنا اوزاننا اختلفت واللي فينا منا اجر اوزاننا اختلفت. انا واحده من الناس. انا مش عايزه اقول مين اللي قال الفكره بس ان اول ما قلنا في الاستوديو نلبس الفستان قالوا لا ده ما هو مش لازم يكون الفستان بتاعنا الاساسي على فكره الوزن اختلف. طبيعي طبعا. ما هو مش لازم يكون فستاني اللي كان من كام سنه مش هيبقى مش هيفرحني. الاشكال اختلفت والموديل ما يدخلش فيا السيستم ما تقفلش مش هتقفل أكيد. كل حد فينا زاد اكتر من الطبيعي. بس هي الفكره ايه، مرات نشوف فستاننا ونقارنه بالفستان بتاع مش عارفه مين الممثله الفلانيه اللي اتجوزت ايه ده
طب ليه ما انا ممكن البس ده دلوقتي على فكره، وليه لا؟ طب ممكن تخسله، تبقى دي احنا كسبنا، بنبقى بقى ايه، ضربنا عصفورين بحجر. وفي نفس الوقت الجوز هيبقى احسن حد في الدنيا، فرحان بقى المدام بتخس عشان تلبس الفستان اللي كان. وها انت امراه جديده كل يوم. يا بقى الله عليك يا ريهام. أيوة، ها انت امراه متجدده كل يوم. عارفه الفكره انك فعلا تحسي ان انت مش الام اللي مضغوطه طول الوقت، والصوره الذهنيه عنك ان انت خلاص بقى مفيش دلع، مفيش اهتمام بنفسك، مفيش. فبقى تارجت. تخيلي حد بتقول لي انا عندي في شهر 4 عيد جوازي، انا قاعده من دلوقتي اخس عشان البس احلى فستان بقى. واللي انا ساعتها بتقول لي كنت اوفر ويت، بس الصراحه ما عرفتش اخس، فجبت فستان ملموم قوي وما فيهوش اي حاجه تحسسني ان انا ابقى شكلي حلو. فقاعده من دلوقتي هي لغايه شهر 4 بتعمل دايت ومتشجعه جدا، وكل شويه حاطه صوره قدامها لفستان معين عايزه تلبسه، عارفه الهدف بقى تارجت. هو ده كل ما بتي... المهم الرجيم يشتغل، يعني المهم حياتي تظبط. ايوه عايزه اقول ان ناس كتير، بس الفكره جات لك من ايه يا ماري اصلا؟ يعني فكره مش تقليديه يعني. كنت برافو عليكي. كنت رحت مع مرات اخويا اللي كانت لسه خطيبته في الاتيليه بتاع الفساتين الافراح، تمام. وقعدت بقى افتكر ايه ده، اللحظات اللي راحت مننا هدر، اللي هو وراكي حاجات كتيره قوي، فبالتالي انت محتاجة ان انت تعيشي الذكريات دي والحاجات السلك. محتاجة ان انت تاخديها بالراحة. لقيت اشكال حلوة قوي، ولقيت المدام اللي واقفة بتبيع او بتأجر الفساتين بتقول يا بقى لو احنا قعدنا نتجوز عيدنا الفرح تاني. كانت هي وهي ناريمان من ضمن الناس اللي دخلت معانا في المبادرة، اللي هي صاحبة الاتيليه في شبرا تحديدا. المهم انها قعدت تقول انا فكرت ان انا اعمل ده، فقلت لها تصدقي بقى انا كمان ممكن نعمل دي مبادره ونخلي الناس كلها تتشارك، واللي ما قدرش يبقى فرحان بشكل الفستان او يعني كان عنده ضغوط ساعتها. في ناس قالت لي ان انا صور الفرح كلها ما بقتش عندي، انا نفسي محتاجه اعيده تاني علشان خاطر بعد الشر يعني لا قدر الله. طبعا هو مش كل الناس كده، شقه اتحرقت فبالتالي ما كانش عندها اي ذكرى. فمن هنا جات لنا فكره ان احنا نعمل مبادره، وناريمان قالت انا متكفله بان البنات اللي هتيجي من عندك او المدامات اللي هتيجي من عندك ان الفستان هيطلع بسعر رمزي ليهم، بس على فكره انها تبقى بس قد المسؤوليه انها تحط صوره البطاقه او حجم البطاقه ومبلغ بس يظبط انها جده. بعدها واحده تاني ماكيره قالت ان انا هماكيج الناس اللي عندها ايفنت كده عيد جوازها مجاني. نفس الكلام مصور قال انا هصورها هي والعريس وجوزها، بس نفس الجوزه عشان ما حدش يتخيل ان احنا عايزين نتجوز تاني، والولاد. وصدقيني عايزه اقول لك فعلا جددت مود وبسطت ناس، واحنا كمان عندنا اخر 12 حفله جماعيه بقى. لطيف قوي. ايه بقى هنعمل كل اللي ما عرفناش نعمل لهم قبل كده، لان المبادره طلعت في شهر اعتقد 8 او لا 9، اول 9 كانت بقى فكره المذاكره وبنجيب شنط المدرسه ومش عارفه ايه. ففي ناس فاتتنا في هتعملوا فرح جماعي يعني بجد. طب انتوا ممكن على فكره ضيفه الشرف تبقى منى زكي، لان هي عايزه تعمل كده. تصدقي فكره حلوه. والله لان انا عارفه ان هي منى زكي هي قالتها حتى في برنامج، يعني ان هي ما كانش عاجبها شكلها خالص في فرحها. شفتي؟ هذه من ضمن الحاجات. ولا قطعت الصور لان شكلها ما كانتش عاجبها خالص، وكانت عايزه تعمل عيد جواز تاني وتلبس فستان وتعمل نيو لوك. وحبذا بقى بنتي جنبي وابني واولادي جنبي وقاعدين بقى، عارفه؟ طيب والله انا ممكن منى زكي تتحمس للموضوع. كان دايما الاسئله بتاعت الاطفال ماما وانا كنت فين في اليوم ده، اللي هو انت بقى دلوقتي هتبقى موجود وماسك لي البوكيه ولا بترش ورد علينا وبتبارك الفرح قد كده. احساس جميل، بس كنت متخوفه من الازواج مثلا يقول لك ايه ده بقى ان شاء الله فريقة بقى. ايوه لقيت الازواج فعلا كتير فعلا الأزواج عملوا منشن لزوجاتهم مثلا وعجبتهم الفكره. طب في حد عمل الفكره اوريدي وتصور؟ هم عملوا بس يعني ما بعتوليش، يعني انا اتبعت مثلا دلوقتي حد من الناس عايز دخل لي انبوكس، فاديته رقم تليفون اللي هيتواصل معاها صاحبه الاتيليه ورقم المصوره بتاعت اللي هتعمل لها الفوتو سيشن ورقم الماكيره، وهم فعلا عملوا ده
بس عملوه في مناسبه على قدهم، يعني راحوا خرجوا خروجه صغيره في مطعم او في 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 اوتيل صغير، وعزموا بعض الناس اللي تهمها تكون موجوده في الايفنت بس ده. وماله صح، ما ده هبقى اخد الصور، يعني هبقى اخد الصور مهم. وكمان نبقى نعمل بقى اللي هي المبادره الجماعيه، ان احنا كلنا كل الازواج اللي في 1 2 لغايه 12 وعبال ما نجدد اي انا هنا من هنا كمان بلاقي إيه بقول بقى ايه الهدف النفسي بقى يا ماري؟ يعني هي إيه الفكره قد تبدو بسيطه، لكن انت بتقولي ان هي فعلا عملت حاجه زي ما تكوني بترمي حجر في الميه الراكده كده. فكره ان انت طول الوقت زي ما بقول مش لاقيه وقت لنفسك. تاني حاجه بتستعيدي ذكريات لطيفه على فكره. اليوم ده على فكره بيبقى حلو، بس مشكلته انه بيبقى مضغوط جدا، فما بتقدريش تعيشي اللي انت كنت متخيلاه انك هتعيشيه وانت صغيره، ان انت تبقي الملكه الحقيقيه، انك تبقي مكرمه ومعززه. بتلاقي بقى المجتمع قاعد يبص لك، طب ويا ترى هتعمل شهر عسل ولا لا، طب يا ترى بيخشولك في تفاصيل. تفضل تعمل توتر. انت دلوقتي عندك النضج الكافي، عندك الاختيار الكامل وتحت المسؤوليه الكامله انك تقرري لا انا هعيش اليوم ده بإرادتي والطريقة اللي تبسطني، الطريقة اللي أنا مش هبقى باصة لا لحسن مين يتقمص، أحسن أهل العريس يقولوا لو أنا ما عملتش مش عارفة خلاص ما عندكيش التزامات ولا أي حاجة. كل ده بقى أنا عايزة أنا وهو وولادنا لو أنا حابة نتبسط ونعيشه بفكرة. تعالى بقى بعد العمر اللي احنا قضيناه للولاد تعالى نعيشه بطريقتنا احنا. عارفة أكتر حاجة بتخلي الحياة هناك في أوروبا وفي البلاد المتقدمة دي تبقى إن هم ما عندهمش حاجة اسمها عيب وغلط، طول ما أنا وهو قدام ربنا تمام جدا. تاني حاجه انه بكسر روتين احنا عندنا الحياه اللي عندنا حاجات اجتماعيه كتيره جدا بتأيدنا بالظبط. وعلى فكره لما يعني الواحد بيركز فيها بيقول ايه ده، ايه الهافه دي، هو انا ليه كنت مدي مساحات اكبر من حقها؟ يعني بنفكر كتير قوي في تفاصيل اجتماعيه وفي عادات اجتماعيه وفي حتى في حاجات ممكن تخلي الواحد ممكن تبقي مبسوطه، بس لا مش هعمل كده علشان لحسن الناس تقول بالزبط. مش هعمل كده لا لحسن الناس تقول. طب وفي الاخر عليا ما اعرفش ايه سعادتك الشخصيه انت فين بقى في بنسى نفسي في زحمه الدنيا دي كلها. فبالتالي لما اعمل يوم زي كده واخطط له انا وجوزي لو انا عايزه. انت عملتي بقى كده شخصيا شهر 4 ان شاء الله؟ تعملي ايه بقى؟ انا ناوية ربنا يعني يكمل كده ان شاء الله وما يجيبش اي حاجه وحشه. ان انا هعمل في قعده، لانه عندي ظروف كده تعب ناس قريبه مني، فنفس الموضوع يكمل على خير. هختار الفستان اللي انا نفسي كنت ابقى يعني انا مثلا واحده، لاني عملت الفرح بتاعي في كنيسه، فكنت لازم ابقى لابسه فستان شويه ليه مقاييس معينه من في اللبس بالظبط. واحده من الحكايات اللي انا عايز اعملها انا هختار الفستان اللي يبسطني، لان انا مش هعمل في كنيسه خلاص انا اتجوزت. خلاص هعمل في مكان يبسطني. انت بقالك كام سنه متجوزه يا ماري؟ 15. ما شاء الله. وعندك ولاد قد ايه؟ اولى اعدادي وثانيه ابتدائي. والبنت معجبه جدا بالمبادره وهتلبس نفس شبه الفستان. والولد وهنقضي مكان يعني لا في ناس صغير. بتسال والله انا مش هقول اسمهم برضو، عمالين بيقولوا ينفع يروحوا من غير جوازهم؟ من غير طب تسحب الثلاث عيال في الابيض مع مين؟ مع مين يا استاذ؟ المبادره هدفها تعنجز العيال. هي بتقول لك هعنجز العيال. لا احنا عايزين الزوج والزوجه. يا بنتي ضيعتي هدف المبادره يا هبه، مش معقول. الهدف استرجاع اللحظة يا مش معقول. اعملي كده منشن لجوزك دمرت الرومانسية اللي في اللقطة. لا اعتقد انه هتبقى لحظة لطيفة جدا، هتفتكري ذكريات لطيفة في فترة الخطوبة لما كانت في مشاعر حلوة كده والدنيا كانت اهدى من رتم. انا بالنسبة لي يعني لو في الموقف ده هبقى عايزة نص كيلو لحمة بصراحة. نص كيلو لحمة ايه؟ نص كيلو لحمة احسن مما اعمل فرح تاني وكده. احنا مش هندفع تكاليف على فكرة، احنا مش بندفع تكاليف. انا بقولك كل حد فينا مختص بفكرة انه متطوع عشان مش هتبقى مكلفة. ما دايما يعني الناس ممكن تتصور انت بقى هتري اورجنايز يور ويدنج يعني او ري انفنت يور ويدنج يعني. المكان هو بس اللي انت عايزة تبقي فيه. مرات بتكوني ان شاء الله في مطعم صغير بس عايزة تقضي فيه وقت كويس بالفستان اللي انت حباه بالشكل اللي انت حباه بفكره تجديد الحياه. ايه اللي الست بتفقده يا ماري بعد 15 سنه او 10 سنين جواز؟ هي بتفقد حاجات كتيره قوي، بتنسى حاجات كتيره. بتنسى زي ايه؟ بتنسى انها انثى، بتنسى انها عندها احلام كانت تحقيق ذاتها. ما بقاش في كده، بقت طول الوقت باصه على فكره ها ابني ذاكر كويس، ابني مش عارفه بقى من الاوائل عشان خاطر ابقى جود ماذر. ماما مش فكره انت تبقي جود ماذر لو انت ابنك طلع من الاوائل خالص، انك تبقي مطلعاه
سعيد وانت كمان تبقي سعيده طول ما انت سعيده. على فكره متوازن نفسيا بالظبط، يبقى بني ادم طول الوقت نفسيا متوازن مظبوط نفسيا سعيد عايش راضي عن نفسه وعن ادائه وايه يعني لما بيغلط، بس المشكله ان هو ما يكررش الغلط اللي عرف ان هو غلط. يعني عارفه كتير قوي من زحمه الحياه وزحمه فكره انه الامهات بقى طول الوقت مقارنه، انا ابني ناقص نص درجه، ايه ده طب ما انا ابني مش عارفه ناقص 3 درجه يبقى انا مش عارفه ربي ولا ايه. الزحمه دي ساعات بتخليكي تتوهي عن نفسك، ما بتعيشيش لحظه أو انا فين انا مين. انا بقيت ضايعه في وسط حاجات كتيره قوي، حتى احلامك متهيألي بتنسي احلامك حتى. لكن الوقفه دي بتخليكي ترجعي تاني شويه تفتكر ان انت على فكره ما كبرتيش ما عجزتيش، انت لسه جميله. طب والعلاقه مميزه، العلاقه بتبقى بتتغير ازاي بين الراجل والست بعد الجواز؟ يعني 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 بتاخد لها فتره الانتعاش دي قد ايه، وبعد كده بتبقى شكلها عامل ازاي؟ انت عارفه ان طبيعي اول سنين مراحل الجواز الاولى بيبقى كلها مشاكل تمام، واول ما بتبتدي بقى. طب ما تفتكري كده معايا، فكريني كده يعني يعني افتكري كده أنا أول يعني اول سنه كانت شكلها ازاي وبعد كده ايه اللي حصل؟ فيها لخبطه جامده جدا، فيها كل حد انت فينا. انت السلك بقى لازم تشوفي له حل. ليه ارمي السلك ورا بقى؟ انا افتكر في اول سنه جواز فكره انه انا لسه بتعود، حتى لو كنت عارفه جوزي من قرب لكن الجواز حاجه تانية خالص. الطباع الصغيره التفاصيل الصغيره دي لما بتبقي عايشاها طول الوقت بتختلفي ان انت متجوزه حد تاني، فبالتالي كل شويه لا انت ما كنتش كده، لا وانت كمان على فكره ما كنتش كده، فبتفضلي عشان الكيمياء تتوافق وتتماتشنج مع بعض تفضلي اكتر من سنه مثلا واكتر. لكن انا فاكره انه الدنيا ظبطت شويه بعد ليلي لما جت، بقينا كل حد فينا بيخاف. انا يعني كنت يعني ليلي جت بعد سنه اولى، يعني بعد ما كملت سنه كانت لياندرا شرفت. لياندرا كل حد فينا كان عايز مهتم. الله يعني ايه لياندرا؟ حلوه قوي. الجوهره الغاليه. واو بأنهي لغه؟ باليوناني. حلوه قوي الاسم، جديد قوي. احنا قررنا ان احنا نبقى عندنا جوهره غاليه في البيت، فبالتالي انا مش هينفع ابدا اتخانق وافضل طول الوقت في صراعات مين اللي رايه اصح ومين اللي هيمشي الراي، عشان خاطر في كائن جديد جميل جه. فبالتالي احنا لازم نبقى على القليله بنعمل حساب للكائن الجميل اللي احنا عايزين نربيه تربيه كويس. فبدات فكره المناقشات يبقى في مرونه اوكي عشان خاطر نشوف بقى الراي الاصلح، مش الراي مين الاقوى عشان انت الراجل ولا عشان خاطر انا اللي انا صاحبه القرار، خالص مش كده خالص. لكن بدانا نفكر بشكل تاني. جت فتره بقى عشان اكون صريحه معاكي، مصلحه الاسره العام، الصالح العام، الصالح العام بالظبط. اصل مش فكره انه انا عشان انا الراجل ومعايا زمام الامور لازم وشكلي قدام الناس ورايي الصح، لا خالص. مرات بيكون هو يجي يقول لي على فكره انت كان رايك صح على فكره، لانه انا كنت معتبر اعتبارات تانية، بس لما لقينا الموضوع بالشكل ده لا انت رايك صح. وخصوصا انه جوزي شويه ليه في الثقافه اللي ليها علاقه بالادب لكن انا التخصص بتاعي ليه شويه في الحاجات الاجتماعيه، فبالتالي عندي شويه في الحته دي ازود في الخبره الاجتماعيه. فبالتالي بقى يحس ان انا لما في قرارات اخذناها وكانت صح بقى يتكل شويه على فكره انه انا في الحته دي ناجحه او ارائي شويه بتروح لناحيه انت بتقولي لي كان في برضو مشاكل بتحصل طبعا في بدايه كلنا على فكره. لما نفتكر سنه اولى جواز سنه بشعه بشعه، انا افتكر ان احنا بننام معيطين ومش هو ده اللي احنا كنا عايزينه. البازات اتدشت كلها. الحمد لله ما كانش عندي حاجات بتتدش، بس عندي كلام كتير كده. بس عايزه اقول ان في فتره بقى بيحصل فيها ركود، ما بيبقاش فيه فكره ان انت ليكي وقت مع جوزك تقعدي معاه، الحياه شغاله بشكل صعب قوي، انت قاعده بتروحي تجيبي الولاد والمذاكره، ما بقاش فيه التقاء روحي حتى ما بيننا. فبالتالي اللي هو الفتره بعد العشر سنين دي اللي هي بتقول لك ازمه منتصف العمر والازمه مع بيبقى فيه ملل جامد. ليه لما احنا نقرر فكره ايه المشاكل بقى اللي بتطلع من الملل ده يا ماري؟ تلككات، فكره ان انت انت مش واخده بالك، انت كل حاجه للولاد، فين انا في حياتك؟ فكره انه الحياه بقت زي بعضها، انت ما بقيتيش تعملي كله شبه بعض. وامبارح نفس الموضوع اتكلمنا فيه، الولاد هم اكتر حاجه مسيطره على تفكيرنا، ما بقاش في حوار لينا انا وانت على جنب. فعلا بننسى زوجنا، وانا واحده من الناس
مرات بحس انه انا فعلا ماشيه في صراع، انه لا الحق الولاد والتربيه وان انا احقق والتمارين لهم والاكل احقق لهم فعلا صحه نفسيه كويسه. طب ازاي واجي على فكره ان انا حتى نفسي ما بفكرش فيا وما بفكرش في جوزي اللي احنا اصلا عمود الاسره، نواه الاسره دي بدايه احنا لو احنا سعداء هما بالتالي هينطبع عليهم نفس الانطباعات. عشان كده بقول لماما ادم وحواء يعني بالاخر لازم يبقى لينا وقت كواليتي تايم، وقت قيم لينا. صحيح. مرات على فكره ينفع ان انا اسيب الولاد لو هو كبروا عند حد، عند تيتا، عند حد من اللي بثق فيهم، واروح اعمل يوم حتى بره، اسافر اجدد حياتي. على فكره الموضوعات دي مش بالهيافه ومحدش يستاهل، لانه فعلا ده هو اللي بيدي الباور بعد كده ان احنا نستمر. لو انا ما عملتش كده في مشاكل كتيره، طلاق وفي مشاكل انفصال حتى كتيره، بسبب انه ما بقاش لاقي نفسه انا فين. ولو مجرد زميله من الزمن وخيانه وبتاع قالت له كلمه حلوه جاست ان قالت له الله انت النهارده شكلك امور، طب ممكن الزوجه تعمل كده على فكره. أي. ممكن تبعت مسج حلو قوي على الموبايل وتقول له افتقدتك النهارده، كنت محتاجاك في الحاجه الفلانيه. وهي برضه ما فيهاش حاجه، يعني وهي بتقلب الشوربه وما فيهاش حاجه. بالظبط، برافو عليك. احنا مشكلتنا بتارجتنا ان احنا دلوقتي ماما، ولازم اكون ماما كويسه، ولازم اربي عيالي صح. صحيح. ولازم وبتنسي انوثتك وبتنسي حياتك وبتنسي احلامك وبتنسي جوزك والكلام ده. الاخر الدنيا واحنا اصلا زي ما سياده الرئيس قال انه الاسره الجيده هي اللي بتخلي المجتمع كله جيد. ده اكيد اكيد. انا بشكرك جدا جدا يا ماريا على مبادرتك اللطيفه، والحقيقه ان هي تبدو بسيطه جدا المبادره، يعني ممكن الناس تقول ايه ده، ويعني احنا بفستان ايه وبتاع ايه، بس هي زي ما ماريا قالت هي بتبقى زي تريجر كده، او بتديك كده تولع لمبه اللي انت كنت فين، انت كنت احلامك ايه، انت كنت علاقتك بجوزك ايه، انت كنت حاسه ايه وعايزه تعملي ايه وحققتي ايه. بتقفي كده تحسبي حساباتك مع نفسك في يوم زي ده. بشكرك جدا سريع. ونهارك سعيد. ونهارك اسعد، وايامك كلها سعيده حبيبتي. فقراتنا لسه متواصله مع حضراتكم، راجعين بس بعد الفاصل.